وفي الدائرة الرابعة أعلن المستشار محمد لونيان وكيل محكمة التمييز رئيس اللجنة الرئيسية أسماء الفائزين 10 وهم كل من المرشح شعيب شباب المويزري وحصل على 8995 صوتا، المرشح محمد هايف المطيري وحصل على 7266 صوتا، المرشح مبارك حمود الطشة وحصل على 7098 صوتا، المرشح مبارك هيف الحجرف وحصل على 6342 صوتا، المرشح ثامر سعد الظفيري وحصل على 5597 صوتا، المرشح مرزوق خليفة الخليفة وحصل على 5170 صوتا، المرشح سعد علي الرشيدي وحصل على 5007 أصوات، المرشح عبيد محمد المطيري وحصل على 4834 صوتا، المرشح عبد الله فهاد العنزي وحصل على 4825 صوتا، المرشح يوسف محمد البذالي وحصل على 4735 صوتا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تم بعون الله وتعالى والجهود المقدرة التي بذلها المسؤولون في الإعداد والترتيب للانتخابات وما تحلى به المواطنون من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع، مما عكس الوجه الحضاري لدولة الكويت. أما بعد، لقد تنافس على مقاعد مجلس الأمة في الدائرة الرابعة 40 مرشحا من السادة والسيدات، حيث تضم الدائرة 201 مركز اقتراع بعدد ناخبين يربو على 208900 ناخبا وناخبة. وقد تصدر الفوز بالدائرة المذكورة 10 مرشحين من المجموع الكلي، وهم السادة التالية أسماءهم: إذ حصل الأول شعيب شباب المويزري وقد حصل على عدد 8995 صوتا، والثاني محمد هايف المطيري وقد حصل على عدد 7266 صوتا، الثالث مبارك حمود الطشة وقد حصل على عدد 7098 صوتا، الرابع مبارك هيف الحجرف وقد حصل على عدد 6342 صوتا، الخامس ثامر سعد صويت وقد حصل على 5597 صوتا، السادس مرزوق خليفة الخليفة وقد حصل على 5170 صوتا، والسابع سعد علي الخنفور وقد حصل على 5007 صوتا، الثامن عبيد محمد الوسمي وقد حصل على 4834 صوتا، التاسع عبد الله فهاد العنزي وقد حصل على 4825 صوتا، والعاشر وهو الأخير يوسف محمد البذالي وقد حصل على عدد 4735 صوتاً.